السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم وعلى اهلكم جميعا. معاكم دكتور باسم محمد، طبيب امتياز. وان شاء الله النهاردة هنتكلم في كورس الاسعافات عن حاجة بسيطة خالص اسمها الاختناق او التشوكينج بالانجليزي، يعني لو الناس اللي واخدين انجليزي. الاختناق او التشوكينج دوت اللي هو حاجة تسد مجرى التنفس بتاع الشخص دوت، فعشان كده ممكن يحصل له اختناق. تمام. والصوره بتاعتها بتبقى زي الايه، الشكل اللي قدامكم المرسوم قدامكم ده بالظبط، العلامه ديت اللي هو يحط ايديه الاتنين كده على رقبته ويبقى فاتح بقه كده. دي يعني بيقولوا اسمها ان هي يونيفرسال ساين اوف شوكينج. يعني ايه؟ يعني علامه عالميه للاختناق. يعني الموضوع ده هتلاقيه في كل دول العالم، اي حد يحصل له اختناق مهما كان سنه او جنسه او نوعه او جنسيته هيقوم عامل الحركه ديت، فعشان كده سموها يونيفرسال ساين، يعني علامه عالميه. تمام. موضوع الاختناق دوت بيحصل ازاي؟ يعني غالبا بنسبه كبيره قوي لما الواحد يكون بياكل ومثلا يتكلم او يضحك او ياكل كتير مثلا مره واحده، فجزء من الاكل دوت يقوم داخل في مجرى التنفس ويسده، فعشان كده بيحصل له الاختناق دوت. يعني حتى المصريين عندنا ايه، بيهزروا يقولوا حد جاب في سيرته يعني فاتخنق. تمام. طيب، لو في حاجه عندنا شائعه برضو، ان لما واحد ايه يشرق يقولوا له نوله بسرعه كوبايه ميه. الكلام دوت لو هو زور، اللي احنا بنقول عليها زور، اللي هو الاكل اتسد في المريء. تمام. ليه؟ لان المريء بعد كده بيكمل بالايه، بالمعده. انما هنا التشوكينج دوت او الاختناق دوت ان الجسم نفسه يقوم سادد مجرى التنفس. مجرى التنفس اصلا ما فيش المريء، المريء دوت تبع الجهاز الهضمي. انما هنا مثلا يقوم داخل في الحنجرة، فالحنجرة ديت تبع الجهاز التنفسي، ملهاش علاقة أصلا بالمريء. حتى لو هو شرب مية، المية هتنزل في المعدة، ملهاش علاقة خالص، ومش هتنزل الجسم اللي هو واقف في حنجرته ده، بل وبالعكس كمان ممكن تعمل له ايه، ان المية ديت تدخل جوه الرئتين بتاعته فتعمل له مشاكل أكبر، تعمل له ايه، مشاكل في الرئة اللي هي الالتهاب الرئوي. فيبقى انت كده ايه، بوظت له المشكله اكتر ما انت ايه عالجتها له. طب احنا نفرق ازاي ما بين الاتنين، ان الواحد يكون الاكل بس وقف في المريء فمحتاج ميه عشان تزقه كده ويبلع، ولا هو الجسم ده وقف في الجهاز التنفسي بتاعه في الحنجره مثلا، ومش ولازم بقى ان انا ايه اتعامل معاه المعامله اللي انا هقول لكم عليها دي. الفرق ما بينهم ان الشخص اللي هو الاكل وقف في زوره دوت ومش عارف يبلع، ان هو هيقدر يتكلم، ان هو يقول لك، هيقدر يقول لك ناولني كوبايه ميه عشان اعرف ابلع. تمام. انما هنا الجزء ده الشخص اللي هو حصل له اختناق ووقف في مجرى التنفس، مجرى التنفس دوت بيبقى تحته على طول الاحبال الصوتيه، والاحبال الصوتيه ديت عشان الراجل يتكلم او الشخص يتكلم لازم يبقى فيه هواء داخل وخارج عشان ايه الصوت يتعمل، يعني عشان دي من ضمن الاساسيات بتاعت ايه انتاج الصوت، يعني ان الهواء يعدي في الاحبال الصوتيه ديت فيطلع الصوت. فلو الاحبال الصوتيه ديت مش عارف ان هو يدخل لها هواء او يخرج منها هواء، فيبقى الراجل دوت مش عارف يتكلم. عشان كده العلامة التانية من علامات الاختناق بعد ان هو يقوم حاطط ايديه الاتنين كده حوالين رقبته، ان هو مش قادر يتكلم، بيبقى بس ممكن يطلع صوت ولا حاجة بس كده، ان هو ايه يعني زي الصوت اللي انا عملته لكم ده، ان هو مش قادر يتنفس كويس. تمام. طيب، تعاملنا ازاي بقى في الاختناق؟ هي هنقسمه حاجتين، البالغين والاطفال مع بعض، اللي هم البالغين والاطفال اكبر من سنة، والرضع اللي هم اقل من سنة. تمام. هوريكم كده صورة للبالغين هنتعامل معاهم ازاي، وهنشرح عليها الكلام ان شاء الله. هو يعني كان الموضوع هيبقى اسهل طبعا لو انتوا قدامي وعملنا عملي، بس معلش يعني ايه، هنتعامل برضو وان شاء الله هتفهموا. يعني ادي صورة اهي بتوضح ازاي بنتعامل مع الشخص اللي جاله اختناق. ادي، طب عرفنا منين ان هو جاله اختناق؟ ادي العلامة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي حاطط يعني حاطة ايديها الاتنين على رقبتها، ومعنى كده ان عندها اختناق. طيب انا بعمل ايه؟ انا بقف وراها او وراه يعني ايا ما يكون، وبقوم حاطط ايديا اليمين بالشكل دوت، بحيث ان الايه الابهام بتاعي يكون متوجه ناحية بطن الشخص اللي هو جاله اختناق دوت. طب بحطها فين؟ في البطن في اي مكان؟ لا، بحطها في فم المعدة، في المكان ده بالظبط. تمام. في المكان ده بالظبط اللي هو تحت العظمة اللي هنا اللي في النص ديت. لو كل واحد جه يحس في صدره كده في النص في العظمة، هيلاقي عظمة القص ديت تحتها على طول، المكان دوت بتاع فم المعدة. بقوم انا ضامم ايديا اليمين
ماشي، واقوم موجه الابهام بتاعي ناحيه فم المعده دي، اكني بالظبط ماسك خنجر وبطعن الراجل دوت، او بطعن الايه الشخص دوت اللي حصل له الاختناق. تمام، فادي ايدي اليمين اهي اتحطت، والابهام بيبقى متوجه ناحيه فم المعده، والايد التانية بتقوم محوطاها، بتقوم محوطاها كده ايه اكنها ايه ماسكاها كويس. تمام، فيبقى انا كده ايه اول حاجه وقفت ورا ظهره. تمام، وبعدين ايديا اليمين مضمومة والابهام ناحية فم المعدة ودايس، والايد التانية محوطاها ومسكاها زي ما في الصورة كده رقم 3 اهي. وبعدين هقوم عامل ايه، هقوم ضاغط لورا والفوق، لورا والفوق، لورا والفوق. يعني ايه؟ يعني لو احنا جينا نجيبها من الجنب كده، الشخص دوت هيقوم ضاغط اكنه بيضغط بي ايه يعني عايز يقوم مرجع ايده على بطنه هو. تمام، فبيقوم ضاغط لورا، ومش لورا بس، لا لورا والفوق في الاتجاه فوق دوت. خلينا اجيب لكم صورة من الجنب عشان تبقى ايه اوضح شوية. ادي واحد اهو عنده اختناق، بحط ايديا في المكان دوت تحت العظم على طول فوق السرة، حتى انا جايب لك السرة هي عشان تعرف ان هو المكان فوق السرة. بقوم ضاغط في الاتجاه دوت اهو، الاتجاه دوت اللي هو ناحية ورا وفوق اهو، لو خدت بالك من السهم ورا وفوق ماشي، فيبقى ايه بتضغط ورا وفوق. طيب الموضوع دوت ليه بنعمله؟ هشرح الميكانيزم بتاعتها او الطريقه بتاعتها، واللي يعني ايه اللي يقدر يفهمها يفهمها، اللي ما فهمهاش مش مشكله ما يركزش قوي. الفكره ان المكان دوت بتاع فم المعده هنا موجود فيه الحجاب الحاجز، فانت لما تضغط على الحجاب الحاجز فانت بترفع الحجاب الحاجز لفوق، فلما ترفع الحجاب الحاجز لفوق انت كده قللت الايه الضغط اللي موجود هنا، عملت هنا حاجه اسمها ضغط بوزيتيف. يعني ايه ضغط بوزيتيف؟ يعني انت زودت الضغط اللي موجود في الايه في التجويف بتاع الصدر دوت، فلما بتزود الضغط اللي هو على الصدر دوت هيحتاج ان هو يخرج الضغط دوت، يخرجه فين؟ يخرجه على اول فتحة، اول فتحة ديت اللي هي الفتحة بتاعت مجرى التنفس، فلما يخرج مجرى التنفس هيقوم دافع الجسم الغريب اللي اتعمل دوت، اللي هو اللي اتسد دوت، اللي سد المجرى التنفس دوت، فانت ايه بتقوم ضاغط من تحت عشان يقوم مخرج من فوق. تمام، فهي ديت الميكانيزم بتاعتها، يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها. طيب الموضوع دوت بنعمله يعني قد ايه؟ بنعمله 5 مرات ورا بعض، 5 مرات ورا بعض لغايه ما الراجل يقوم ايه تافف الجسم الغريب دوت. طب ماشي، لو ما نفعش، لو قصدي يعني لو ما تفش الجسم دوت بعد 5 مرات، بنكرر تاني 5 مرات لغايه ما يتفه خالص. تمام، طيب لو الشخص دوت ابتدى ان هو يفقد وعيه واغمى عليه خلاص، بنبتدي بقى ساعتها نعمل التنفس الصناعي ماشي، اللي هو ماوس تو ماوس بريز، وطبعا بتطلب الاسعاف بقى في اللحظة دي، لان هو كده ايه محتاج ان هو يعني يدخل اسعاف، لان مثلا ممكن يضطروا ان هم يدخلوا بمنظار ولا حاجة ويشيلوا الجسم الغريب دوت. تمام، طيب دوت الكلام دوت بالنسبة لشخص بالغ قدامك بنفس طولك بنفس حجمك، فانت بتتعامل معاه بالموضوع ده. طب لو الموضوع ده في طفل مثلا، طفل زي المنظر اللي قدامنا ده، بتقوم انت نازل على ركبك وبتقوم برضو عامل نفس الكلام بالظبط بالملي، بتحط ايدك هنا في النص ما بين العظمة هنا وما بين السرة في فم المعدة ديت، الايد اليمين اهي زي ما قال لك اهي، والابهام بيبقى متوجه ناحيه البطن، والايد الشمال بتلف حواليها وبتقوم ضاغط في الاتجاه اللي قلنا عليها اللي هو ورا وفوق، برضو نفس الكلام بالنسبه للكبار. طيب يبقى احنا كده يعني ايه قلنا التعامل بالنسبه للبالغين والاطفال، فاضل بقى بعد كده التعامل بالنسبه للرضع اللي هم اقل من سنه، بنتعامل معاهم ازاي؟ قال لك اول حاجه خالص ان انت بتحط الطفل في الوضعيه دي، ان انت بتبقى قاعد اهو ورجلك موجوده اهي ماشي، وبتقوم مميل الطفل بحيث ان وشه يبقى متوجه ناحيه تحت، وشه بيبقى متوجه ناحيه تحت اهو، وراسه في مستوى اقل من رجله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العيل بيبقى نايم على بطنه، فعشان كده راسه بتبقى ايه متوجهه ناحيه تحت، وبيبقى مش فلات بقى، مش بيبقى مسطح كده، لا بيبقى ايه بميل شوية. تمام، بيبقى بميل بحيث ان راسه تبقى في مستوى اقل من رجله. طب الكلام دوت انا بعمله ليه؟ بعمله عشان يساعد ان ايه الجسم دوت ينزل بالجاذبية ماشي. طيب وبعدين بقوم عامل ايه؟ بقوم رايح على بايدي بالكلوة بتاعت ايدي ديت، مش بالصوابع، بالكلوة بتاعت ايدي. طب ليه مش بايدي كلها؟ يعني العيل كله اصلا قد ايدك يعني، فاكيد مش هتعمل بايدك كلها، لا بتعمل بكلوة ايدك، بتقوم خابط ما بين عظمتين لوح الكتف اللي موجودين ورا. تمام، بتقوم ضاغط على ايه
بتقوم مخبط كده بايدك على ظهره ما بين العظمتين بتوع لوح الكتف، بتقوم مخبط مره وتقوم قلبه تشوف الجسم اتطرد من بقه ولا لا. ما اتطردش تقوم ايه عامل تاني وتالت ورابع وخامس، ما الجسم ما طلعش برضه هتقوم قلبه بقى على ظهره بحيث ان وشه يبقى لفوق، ماشي وشه باصص لفوق اهو، وبرضه بنفس الميل اللي احنا قلنا عليه ان راسه تبقى في مستوى اقل من رجله، تمام. وبعد كده بتقوم دايس على العظمه اللي هي عظمه القص ديت وتستنى ان هو يخرج الجسم دوت من بقه، تمام. فهتعمل برضو الموضوع ده 5 مرات وتشوف كده ايه ان هو يخرج الجسم من بقه. لو ما نفعش هتقوم قلبه تاني على ظهره، على قصدي على بطنه سوري، هتقوم قلبه تاني على بطنه وتقوم مخبط على ظهره وهكذا لغاية ما يطلع الجسم من بقه، تمام. في ملحوظة بس نسيت اقولها، ان العيل الصغير اللي هو اقل من سنة دوت لو انت شايف الجسم الغريب دوت بعينك، لو شايفه في بقه بعينك ماشي، اوعى تحط اوعى تدخل صباعك جوه بقه وتحاول ان انت تخرجه، غلط. ليه؟ لان مجرى التنفس جوه العيل الصغير دوت يعني ايه، زي ما هو عيل صغير فبرضه مجرى التنفس بتاعه صغير، فلما انت تيجي تدخل صباعك وتحاول ان انت تجيب الجسم الغريب دوت انت كده هتدخله زيادة، فايه هيبقى الموضوع صعب اصلا ان هو يطلع. فحتى لو انت شايف الجسم دوت اوعى تدخل صباعك، واعمل الطريقة اللي احنا قلنا عليها ديت اللي هي تنيمه على بطنه وشه لتحت وراسه في مستوى اقل من رجليه، وتقوم مخبط على ظهره ما بين عظمتين لوح الكتف، ويبقى كده يعني خلصنا الاسعافات الاولية بتاعت الاختناق او التشوكينج يعني. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها، وبرضه هيبقى في فيديو كده سريعا يعني هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان تشوفوا الطريقة يعني ايه بشكل ايه عملي عشان تفهموها. يعني هي معمولة على طفل، فهتبقى تضرب لكم عصفورين بحجر واحد، اللي هي ايه ان انت تشوف الطريقة نفسها وتشوفها برضو في الطفل بتبقى عاملة ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.